الاستدامة بالنسبة لكونتاكت هي عقيدة بتبني شخصيتها كلها على الاستدامة، وده مش من دلوقتي. يمكن احنا من بدايتنا كنا بنطبق قواعد للاستدامة قبل ما تبتدي القواعد 17 بتوع الاستدامة. طبعا احنا بنعترف ان المستهلك دلوقتي والعملاء كلها بتفكر بفكر الاستدامة، ويمكن حتى العملاء اللي هي ما عندهاش الفكر ده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطبقه معاهم ونعلمهم فكر الاستدامة. فاحنا فكر الاستدامة بالنسبة لنا اساس، وده اللي احنا بنشتغل عليه مع العملاء، مع حتى العاملين في الشركة، فده فكر المجموعة ككل.